وبشأن دور إيران في اليمن وتداعيات ذلك على مستقبل البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. سيد نبيل، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، يقول إن دور إيران نشط في اليمن منذ عام 2011. هناك يعني الرئيس عبد ربه منصور هادي اتهم إيران بتغذية العنف منذ عام 2012. هناك أيضا من يتهم الرئيس هادي بعدم اتخاذ موقف حازم إذ كان نائبا لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح. ولكن في هذا الإطار، من وجهة نظركم، من يتحمل مسؤولية النفوذ الإيراني في اليمن؟ لا شك أن الحكومة الشرعية هي تتحمل جزء كبير جدا من هذا النفوذ، خاصة أنه كان هناك فراغ وحدثت فراغ سياسي بعد ثورة 16 فبراير. نعم. استطاعت من خلال هذا الفراغ السياسي أن تتسرب إيران من خلال الأذرع العسكرية أو السياسية لها، واستطاعت أن تجد لها موطئ قدم في اليمن من خلال جماعة الحوثي وبعض القوى السياسية. طيب سيد نبيل، الرئيس عبد ربه منصور هادي لماذا لم يتخذ موقف صارم تجاه هذا النفوذ وقت ذاك؟ نعم، أعيد سؤال. الرئيس عبد ربه منصور هادي لماذا لم يتخذ موقفا حازما صارما تجاه النفوذ الإيراني وقت ذاك؟ كان هناك نوع من الاشتغال على لعبة التوازنات السياسية بين القوى الثورة الجديدة، وكان من ضمن هذه القوى جماعة الحوثي، هي كانت جزء من قوة الثورة، ثورة 16 فبراير، لكنها استطاعت في لحظة معينة أن تستغل هذا الفراغ السياسي جماعة الحوثي وتنبض إلى المشروع الإيراني وتصبح جزء من هذه اللعبة، وبالتالي استطاعت أن تلعب على مخاوف وعلى أيضا تناقضات السلطات الشرعية، واستطاعت أن في لحظة فراغ سياسي أن تتمدد وأن تجد التعاون الدعم والمعونة الإيرانية، حتى استطاعت أن تحقق ما حققته طوال هذه الفترة. طيب سيد نبيل، ميليشيا الحوثي استطاعت أن تقتطع أجزاء من اليمن وهي مدعومة كما يعرف الجميع من إيران، ولكن هناك 7 أحزاب يمنية تصدر بيان تحمل فيه الميليشيا الحوثي مسؤولية الحرب ونتائج هذه الحرب. كيف قرأتم هذا البيان؟ هل جاء متأخرا كثيرا سيد نبيل؟ لا شك أن هذه البيانات هي متأخرة فعلا، بالنظر إلى أن القضية اليمنية واضحة وضوح الشمس، وأن من أحدث الانقلاب هو من يتحمل تداعيات هذه الحرب، لأن كان هناك حوار وطني خرج اليمنيون من خلاله على وثيقة إجماع وطني ووثيقة حوار وطني ودستور، وكان الجميع على وشك التوقيع على هذه على الاستفتاء على هذا الدستور، لكن أتت جماعة الحوثي وهي التي وقعت على هذا الدستور ووقعت على وثيقة الحوار الوطني، وفجأة ذهبت إلى خيار التصعيد المسلح والعمل المسلح وأسقطت النظام السياسي، وبالتالي تداعت الحرب الإقليمية والدولية اليوم كما هو حادث وكما نراه في اليمن، كله كان نتيجة لهذا الانقلاب الذي استدعى تدخل التحالف العربي وتدخل الأشقاء في دول مجلس التعاون. ولكن سيد نبيل، يعني أثناء متابعتنا للبيان، البيان خلا من تحديد خطوات فعالة ميدانية لوقف المد الإيراني. الحرب هي جزء من الخطوات العملية، الحرب الدائرة اليوم هي جزء من هذه الخطوات العملية التي يرجى منها وقف هذا التمدد الإيراني، لكن إلى أي مدى ستنجح هذه الحرب هذا يعتمد على أجندات الإخوة في التحالف العربي، وهي أجندات في معظمها لا تتفق مع المشروع أو لا تتفق مع المعلن، بالنظر إلى الكثير من الأجندات المتضاربة لدول التحالف كما نراه اليوم في المناطق الجنوبية المحررة التي تمنع منها من العودة إليها الحكومة الشرعية، والكثير من القضايا العالقة اليوم التي لا تزال تعمل وتعيق استمرار التحرير وإسقاط الانقلاب في المناطق التي لا زالت تحت سيطرته. سيد نبيل، تعتقد أن التنصل من المسؤولية من قبل الحكومة الشرعية كما وصفتها أنتم، هل كانت كفيلة لتقوية ميليشيا الحوثي في اليمن؟ لا شك أنه كان هناك فراغ سياسي، استطاعت جماعة الحوثي أن تشتغل على هذا الفراغ السياسي وأن تتمدد فيه، وكان كل القوى السياسية تتحمل وتتحمل حق
مسؤولية هذا الفراغ السياسي وهذا الإخفاق أو الفشل السياسي الذي من خلاله أسقطت الدولة وأسقطت النظام وأسقط النظام. وبالتالي الجميع يتحملون مسؤولية كل بقدر موقعه ومكانته السياسية في المشهد السياسي. من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري، شكرا جزيلا لكم.